ياما ايه ده هو احنا بنختار الكلام ده؟ طب ثانيه انا عايز اختار ده ينفع؟ واو الحاله ماشي ازاي؟ قول ايه؟ ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وفيديو النهارده يا ابطال المفروض موضوع فيديو النهارده هنتكلم فيه عن ريمبو فريندز يا ابطال، واللعبه اللي حرفيا اكتسحت يعتبر لعبه روبلوكس. اقسم بالله يا جدعان في كل حته ريمبو فريندز في اليوتيوب، ريمبو فريندز في كل حته حرفيا يا ابطال. ففيديو النهارده هيكون مختلف، هنشوف يا ابطال مبات ريمبو فريندز الجديده. انتوا فاكرين ان ريمبو فريندز ليه مابه واحده بس؟ نو يا ابطال، هنشوف دلوقتي مبات ايه ده. احنا نكتب كده على طول؟ ايه يا عم انت لسه ما حطيتش لايك؟ انزل الحين يا بطل حط لايك واشترك في القناه عشان قربنا نوصل يعتبر 80,000 مشترك، رقم كويس جدا ويعتبر خلاص يا بطل. لو وصلنا الرقم ده حرفيا هنجيب ال 100,000 بسو ايزي، يعني سهله قوي الحمد لله يا بطل، وان شاء الله يعني نجيبها اخر السنه باذن الله يا بطل. خلينا بسرعه نكتب ريمبو من غير ما نعمل اي حاجه. ريمبو فريندس يا بطل، تمام. المفروض ريمبو فريندس اهي، ايوه هي دي الماب اللي بقول لكم عليها. الماب دي حرفيا يا بطل هتحولنا لريمبو فريندس. انا مش مصدق بصراحه، انا مش مصدق هل بجد هبقى كده وهل هيحتاجوا جوه روبوكس ولا لا. الماب دي حرفيا يا بطل عليها اكتر من 15 وال 16 مليون فيزيت يا عم، وابديت من 4 دقايق. انا ما عرفتش اقولها والله، 4 دقايق يعني دي حاجه حلوه. يلا بينا اشوفكوا جوه. زي ما انتم شايفين يا بطل، من الواضح كده ان الماب دي جامده قوي، فعلا شبه ماب ريمبو فريندس. وبصراحه انا الماب ايه ده؟ انا خدت شهاده على ايه؟ انا خدت شهاده على ايه؟ ثانيه انا تمام، هو بيستعرض الاماكن. خلينا يا بطل ليتس جو نبدا. او ماي جاد الموسيقى، او ماي جاد ايه ده؟ ده بجد انا اختار ياما ايه ده هو احنا بنختار الكلام ده؟ طب ثانيه انا عايز اختار ده ينفع؟ واو الحاله ماشي ازاي؟ قول ايه؟ اقسم بالله يعني كل الوحوش اللي احنا بنخاف منها موجوده هنا ونقدر نختارها؟ والله حماق. ثانيه وعلى فكره يا ابطال ريمبو فريندز بيقدر، تخيل انا اول مره اعرف ان هو بيقدر يطلع من هنا، يعني يقدر يطلع على السلم. ياما انا طول عمري بشوفك وبخاف منك، بس انا هوي افضل اخاف منك حتى لو انا ريمبو فريندز ذات نفسه. يا نهار ابيض حرفيا، يا لهوي حرفيا يا ابطال. اللعبه دي قاعدين بيقولوا اللي هتنزل شابتر 2 منها، لعبه جامده جدا بصراحه. يعني التاج ده لوحده حكايه، واحنا ابطال قبل كده عملنا السكين بتاعه خلاني مش كده. لو لقينا حد بلايرز نعضه، خلينا ناكله. ياما ايه الاشكال دي؟ ثانيه ايه الوحش ده؟ ايه الشكل ده؟ يعني ايه ده؟ اوعى يكون ده اللي بيقعد هنا، يعني اقسم بالله حاسس انا ماشي خايف. يعني اخويا ده، ايوه كده اخويا. هلا والله يا اخويا، كيف حالك؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ ايه ده؟ احنا ايه الحقيقه الحاجه دي؟ تاج. او ماي جاد انا خدت شهاده؟ ده اللي احنا بندور على حاجات كمان وبناخد شهاده. طب والله حلو. انت يا عم جرين، انت ايه الهبل اللي انت دخلت في الحيطه؟ بس بيطلع ازاي؟ والله جامد، والله جامد، ما بجامد الصراحه. ايه ده؟ انا ينفع اختار ده؟ السلام عليكم، هو انت واحد طيب زينا بشر بردك ولا انت ايه نظامك؟ ده اللي هو نايم. او نسي اللي هو وحش. بس حابين اقول الماب حكايه، والله يا جدعان جامده قوي اللي احنا نقدر. انا مش عارف ادخل من باب، الحمد لله دخلت. او ماي جاد، اول مره بنط. ايه ده؟ بص شكلي عامل ازاي والله. غير المشي، بصوا المشي يا رعب يا جدعان، يا رعب. ده كفايه المشي والله ما بهزر. ايه ده؟ واحنا ما نقدرش حرفيا نفس بالظبط اللعبه، نفس اللعبه الاصليه. انا ينفع اختار ده؟ انا ليه بطلع؟ ايه الهبل ده؟ ثانيه ده جليتشات بقى. سلام عليكم، ده جليتشات يا معلم. ايه ده؟ انا خدت شهاده عشان شفت الجليتش ده يعني ولا ايه؟ هو من الواضح كده. ولكن خلونا ابتدى ننزل. انا عايز اعمل ريست، ايوه نقدر نعمل ريست. حلو قوي، عشان عايزين نغير الشخصيه دي. تمام ابتدى نغير الشخصيه اللي معانا دي، ونختار الشخصيه اللي هو الجرين. جرين تمام كده. او ماي جاد، فين الجرين؟ الجرين الجرين احلى جرين في الدنيا بصراحه، ده شكله احلى. خلونا نجربه علينا. هو انا وقفت على فكره؟ ايوه والله وقفت، هو اكيد في مشكله. ايوه انا قلت، انا قلت في حاجه بقى. ايه ده؟ انا عديت ازاي كده عادي؟ او ماي جاد، بص بص نفسي مشيته بجد، اللي هو بطل حاطط ايده كده تحت كده. ثانيه جامب سكير، يو يما والله رعب حرفيا، ده جامب سكير بجد اللي بيجي لنا. طب ازاي هو يمشي؟ سبحان الله. يما والله ما بحبش ده، يا والله ما بحبوش. طب ثانيه نستنى اي وحش يجي لنا وبعدين نعمل له جامب سكير. يلا ده هيجي لنا وجامب سكير، ابلع. ده خاف بجد ولا ايه؟ يا عم ده مقلب يا عم، انت خفت بجد ولا ايه؟ استنى نشوف اي وحش يجي لنا تاني بردك. ده اخوك ده ولا ايه يا ابني؟ انتوا متفقين مع بعض ولا ايه؟ ثانيه، هو في اصلا عرب؟ او ماي جود، هلا هلا ابطال. اوه في ولد، خد دي جامب سكير. استنى اجوا، خد دي جامب سكير، بوم بوم بوم. ثانيه عشان في ابطال دخلوا. هلا والله يا ابطال. واضح ان هم مش عارفيني، اقول لهم انا الوحش الاخضر.
انا الوحش الاخضر ابطال لسكو. انا بجي ورا الولد ده، تعالى تعالى، اقسم بالله ابطال الجمب سكير جامد. بوم بص، والله هو ده بالظبط حرفيا الجمب سكير، هو تمام. بقول لكم ايه، خلونا كده نروح نشوف. طب ثانيه، فين المسرح؟ انا عايز اشوف بصراحه شكل المسرح. هل احنا ايوه هو ده التياتر المفروض، كويس قوي، هو ده شكل المسرح. تعالى ابلع، ليتس جو. جامد. خلينا كده يا ابطال نبص بصه، في حد هنا؟ طيب اقسم بالله ابطال الوحش ده والله اتغدر بيا كتير قوي، وانا بس انا ما اعرفش شكله بصراحه، ولكن اتفاجئت بصراحه لما عرفت ان ده شكله. انت بودك ابطال اللي تحت في الكومنتات، هل ده شكله بجد؟ عشان انا مش فاكر كان مين اللي بيموتني او شكله عامل ازاي، بس انا كنت بتخض. ايه ده؟ واو، اول ما اشوف المكان ده. ديم، ده النهايه. ايوه ده النهايه. وما تقوليش ان اقدر اختار. لا ايه ده بيلون ار جي بي. بقول لك ايه، تعالى احلى جامب سكير، خد دي. خلاص انت بتموتني ليه؟ انت خدت ازاي يا معلم انت؟ والله حاسه هيموتني، مش هيطلعوا لي كل الالوان. انا عايز ادخل هنا. طيب ايوه، مفيش جليتش ده اخد عليه شهاده. طب اكل التورته دي، بصوا تخيلوا الوحش ده بياكل التورته، حاطين له تورته، بص هياكلها ازاي. ده ياما ده كده بيموت التورته. يا جماعه ما تخافوش، انا بلال، انا ايبي جيمنج. هلا والله، انا والله ما تخافوش، انا بلال. سبحان الله، اول مره اتحول كده اقسم بالله. وعلى فكره ابطال هم ايه، الله يخليك ضيفني. والله ابطال مش عندي مساحه، هلا والله. ايه ده النطه الغريبه دي؟ طب ابلعوا جامب سكير. بوم. والله جامد. هو ابطال بطل بيقول لكم اهم حاجه، الله يخلينا ابطال اوريها لكم. بصوا بسرعه، ايوه اهم حاجه. الله عليك يا ابطال، اهم حاجه فعلا اللايك يا ابطال، واشتركوا كمان في القناه. ليتس جو، خلونا نروح على اخر شخصيه تقريبا. ابطال ليه اخر شخصيه؟ خلونا كده نشوف. ما اعرفش ايه الميوزك ده بصراحه، انا بس ما بحبش ميوزك في الفيديو. ايه ده؟ او ماي جاد، ده في شخصيات هنا كتير قوي. ايه ده؟ ثانيه، ده بروبوكس؟ لا مش بروبوكس. واو، خلينا ابطال نشيل اغنيه كده. ديم، انا عايز اشيل اغنيه احتياطي بردك. او ماي جاد، والله جامده. 1 مليون فيزيت لما يوصلوا 1 مليون. ايه ده، انا مت ليه؟ هو انا مت ليه؟ يعني انا مش عارف، بس انا مت ليه؟ اقسم بالله الوحش ده بيخوف اكتر. الوحش ده حرفيا يا ابطال، ايوه اللي هو اللي احنا رايحين عنده ده، تمام، اللي هو الاورنج. يا نهار ابيض، يا لهو، اقسم بالله رعب. بص جامب سكير، والله يا جدعان جامب سكير رخم، والله ما بحب الوحش ده نهائي، بس الحمد لله يعني انا تقريبا ما متش منه ولا مره. بص ده يا ابطال، حرفيا ده المرعب، ده المخيف بقى ابطال. ممكن نبقى نجربه في فيديوهات ثانيه لو انت حبيته الماب. ياما ده اتحرك، اجري يا مجدي. وحش بيجري من وحش عشان خايف من وحش، انا عرفت مش فاهم حاجه، بس هو وحش ايه ده؟ واضح يا ابطال موضوع البطه ده، الوحش البطه ده هيظهر في شابتر 2. ناس كتير، انت نمت ولا ايه؟ اصحى معانا، ما تنامش يا باشا، اصحى معانا، احنا بنصور فيديو بعد اذنك. اصحى يا باشا واتمشى كده، تمام. ده ابطال اللي هو ذا ريمبو فريند ده بقى، اللي هو تقريبا الار جي بي بينور في الضلمه. طب ايه ده؟ مفيش هنا اي حاجه تاني. وده باين بيقول لك لما نوصل الماب توصل 5 مليون، الماب دي اصلا وصلة اكتر من 17 مليون تقريبا، ولكن يعني تقريبا هي فعلا الحاجات دي اتفتحت. انا بموت كل شويه يا عم. خلاص يا عم، والله خلاص. خلينا ابطال نختم بده بقى، البربل يا ابطال. او ماي جاد، ده حرفيا شبه شويه، ده شبه الاخضر، بس بصراحه انا اكتر حاجه بحبها هو ريمبو فريندس وي اللي هو الاورنج. بصراحه الاثنين بيخوفوا بطريقه. ايه ده؟ كل دي رجل، يا نهار ابيض، اللي استنى الوحش ده صنع، وازاي انا هدخل دلوقتي كده؟ لا ده لا يا عم، ازاي يعني كل دي رجل؟ المفروض يعني ما اقعدش. بص البت دي يما، بص الوقفه، والله يا جدعان بص الوقفه. ايه ده؟ يا نهار ابيض، والله العظيم بص، بص البت، يا عيني البت ماتت، الله يرحمك يا طيبه. تعالوا في واحد هنا بطل، الابطال واقف، تعالوا خده. والله يا جدعان انا لو انا عارف انا مخدود، والله انا وانا مختار الشخصيات مخدود. ايه ده؟ وانا كده لو رحت هناك اموت، انا خايف. ايه ده مش هم... وانا دخلت جوه ازاي؟ هو ده شخص طب هو انت شخص بجد؟ لا ده اكيد مش شخص بجد ده، بس ازاي طيب؟ واضح اللي هو يعني مش عارف يا ابطال، انا خفت شويه بصراحه. بقول لكم ايه، لحد هنا يا ابطال مننني فيديو النهارده مع الابطال. والله حبايبي. ايه ده؟ بلال، هلا والله، منوره يا بطله الابطال. وانا ما اعرفش ايه ده، انا ماشي بايه، ولكن ياما كل ده وحوش. ايه يا جدعان كلكم حرفيا اخترتوا وحوش كده؟ انا ماشي من السم ومش عارف، ما فيش حد عارف انا مين اصلا. انا همشي كده واحده، ونختم فيديو النهارده يا ابطال مع بعضينا على الماب الجامده دي. ومين الراجل الطيب ده؟ انا والله كيف حالك؟ وبس كده يا ابطال، فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وحاجة تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديوهات الجيمنج الجديدة. وبس كده، في جيمنج اكسوي، سلام.